وقاية النهاردة عن الكلى، 2 مليون شخص بيغسلوا غسيل كلوي، 7% من اللي أمريكا بتصرفه سنوياً بس على أمراض الكلى. تعالوا نحافظ على كليتنا لآخر يوم من العمر بخمس أو ست حاجات مش هتكلفك أي حاجة ولكن تضمن سلامة الكلية. الكلية دي عشان تحافظ عليها بمنتهى الخلاصة، أول حاجة خلي بالك امنع السكريات سم الكلية. لو انت مريض سكر انت عارف ان انت اللي بيتأثر منك عينيك واعصابك الطرفية وكليتك، طول ما انت التراكمي اكتر من 6 انت في تسمم كلوي، صعب قوي ان كليتك تفضل سليمة. لو فضلت بهذا العدد لازم تنزل تحت 6، والناس العاديين ارجوكم امنعوا الحلويات والسكريات والسكر على الشاي وكل ما هو سكر ابيض، ده سم الكلية. 2، الضغط العالي. ضغطك العالي بيؤثر على الكلية، لازم تعالج ضغطك العالي، لازم تعمل كل المستطاع عشان ما يبقاش عندك ضغط في يوم من الايام. لازم تتنفس كويس، المغنيسيوم بتاعك مظبوط، البوتاسيوم مظبوط، لازم تنام كويس، ده عشان الضغط، مع اني هقوله عشان الكليه برضو. لو جالك ضغط عالي لازم تعرف السبب وما تسيبش ضغطك عالي تحت اي ظرف. كل يوم ضغطك عالي سمية الكلية بتزيد وبتقرب من الفشل الكلوي. 3، المسكنات والأدوية بتاعت اللي بتنزل المية والناس اللعيبة اللي بينشفوا جسمهم في كمال الأجسام والمكملات اللي انت ما تعرفش جاية منين ومعمولة صح ولا غلط، كل دي سموم، والأسبرين سموم وسكاكين وطعنات في الكلية. كليتك مش هتستحمل كل ده، كفاية البيئة المسمومة اللي احنا فيها. اوعى تستخدم حاجة وتحطها في بقك الا لما تعرف ايه دي وجرعتها ايه واعراضها الجانبية ايه. اوعى تاخد مسكن عمال على بطال، اوعى تروح الصيدلية وتقول له حاجة للصداع، ده في ناس بقالها 10 سنين ماشية على ادوية مسكن عشان الركب، 10 سنين وتلاقيه صحي على فشل كلوي. لو سمحتوا مسكناتك، مضادات الألم، الأسبرين، المكملات مجهولة المصدر، سم قاتل للكلى، حافظ عليها. 4، المية، لتر ونص لترين، اوعى بولك يبقى غامق قوي، اوعى بولك يبقى له ريحة، اوعى تنسى تشرب مية. الناس تقول لي ما بحبش اشرب مية، كليتك بتحتضر حضرتك، المية حياة للكلية وغير الكلية. لو انت بتشرب مية على طول هتتكون حصوات ازاي؟ لو انت بتشرب مية كتير هيحصل لك جفاف وضمور في الكلى او تعب في الكلى ازاي؟ المية ثم المية. النهاردة كلها حاجات ببلاش وحاجات في ايدينا، ونحمي نفسنا من ما لا يحمد عقباه. والله ما يعدي علي اسبوع في الاستشارات الا لما يجي لي واحد او اتنين عنده فشل، او الكلية ابتدت ما فيهاش مشكلة كبيرة، او الترشيح مش شغال، او بروتين في البول. ارجوكم حافظوا على كليتكم. اللي بعد كده السمنة، طول ما انت مليان دهون كليتك في خطر، طول ما انت وزنك زايد كليتك وجسمك فيه سمية. لو انت وزنك مظبوط وحافظت على وزنك وخسيت لوزن محترم او جسم باين ان هو ما فيهوش دهون كتير، ده اكبر خدمة تخدمها لكليتك ولقلبك ولكبدك ولكل حاجة. السمنة مرض قاتل، ناس كتيرة تقول انا سمينة ولكن صحيحة، دي اسمها كيرفي. لا مش كيرفي، دي اسمها سمنة، دي بتأثر على القلب وبتأثر على الشرايين وبتأثر على الكبد والكلية والالتهابات وسكر وضغط. سمنة مرض خطير يؤدي الى الاف الامراض. اوعى تفضل سمين طول عمرنا بنتكلم، لازم يبقى جسمك مظبوط، دهنك قليل، لازم تحرق دهونك والا هتسمم كبدك وكليتك. قعدة الكرسي والكنبة، الرياضة ثم الرياضة. الناس اللي بتروح رياضة 3 مرات في الاسبوع بتقل خطورة الفشل الكلوي لاكتر من 60%. انك تروح وتلعب رياضة، ان يبقى عندك عضلات نشيطة، انك تحرق شحومك، انك تحرك الدورة الدموية وقلبك يبقى تمام، انك تعمل حركة ربنا خلينا نتحرك. الرياضة ليها اتصال وثيق بسلامة الكلية. الحاجة الاخيرة التدخين. التدخين بيبوظ كل شرايين جسمك منهم شرايين الكلية. ما مش عشان يعني عشان لذات طارئة تفضل طول عمرك عايش بكلية مش تمام او كبد مش تمام او تصلب شرايين او القلب يبقى فيه مشكلة. امنع التدخين فورا لو عاوز تحافظ على كليتك. دي الحاجات اللي انت لو استمريت عليها كليتك هتفضل سليمة لاخر يوم. كم نقطة بعد كده مهمين، اول سلامة الكلية، لو سمحت 6 لـ8 ساعات نوم مهم جدا، لو سمحت كل اشرب كرفس، حط شاي البقدونس من حين لآخر في حياتك، الهليون رائع، البرز والتوتيات رائعين للكلية،
كل الحاجات الخضراء اللي فيها بوتاسيوم مهمة جدا للكلية. لو سمحت اشرب، اغلي الشعير واشرب المية بتاعته، اشرب مية بليمون عليه قطرات ليمون كل يوم الصبح اول حاجة. كل الحاجات دي بتعمل فلاش للسموم، تغسل الكلية، تنظف الكلية من الميكروبات او من الحصبات وتخلي الكلية في احسن حالة. الزنجبيل تمام، الكركمين تمام، كل دول حطهم على الاكل بتاعك مش مكملات. لو انت ما عندكش مرض او ما فيش داعي استخدمهم في الاكل واشربهم زي الشاي للحفاظ على الكلية.